السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا الكرام. معكم المهندس ياسين، مؤسسة إبداع تكنولوجيا لمقاولات التكييف المركزي في مدينة أبو ظبي والعين، حياكم الله. طبعا للناس اللي بتواصلوا معنا وبيسألونا عن الأعمال، احنا جميع أعمالنا بنقوم بتصويرها من مواقع العمل، بالإضافة إلى طبعا عمل محاضرات لتصميم هذه المشاريع وتنزيلها على قناتنا على اليوتيوب. احنا حاليا في أحد المشاريع اللي ظاهرة أمامكم، طبعا عبارة عن فيلا سكنية من 3 طوابق، قمنا بتركيب طبعا بايبات الغاز في هذا المشروع. حاليا احنا إن شاء الله راح نقوم بعملية عزل الدكت وتركيب أعمال الدكت في هذا المشروع. طبعا هذا المشروع حسب الاتفاق مع مالك المشروع، طبعا الدكت عبارة عن دكت صاج الجي اي صاج الغرير صناعة الإمارات العربية المتحدة. وأيضا بالنسبة للعازل، مثل ما احنا دائما نذكر، يتم الاتفاق وشرح لمالك المشروع جميع أنواع العازل الموجود في السوق، وهذا العازل تم الاتفاق مع مالك المشروع بعد طبعا مثل ما قلنا شرح مواصفات هذه العوازل. سيتم تركيب عازل الصوف الزجاجي لهذه الدكتات الموجودة معنا حاليا. احنا طبعا تم توريد الطابق الأرضي، وسنقوم بعملية طبعا قص الانسوليشن. الموجود معنا هو الصوف الزجاجي مثل ما شايفين، وسيتم عزله بمادة الفوستر والقماش، يعني حتى تكون طبعا الأمور واضحة. في عندنا مثل ما قلنا العزل بالنسبة للصاج، هذا النوع من العزل يتم طبعا بعد لفه به هذا العازل الموجود معنا، سيتم لفه بهذا القماش وأيضا المغموس بالفوستر. الحالة الثانية، في عندنا مشروع آخر إن شاء الله تم الاتفاق مع مالك المشروع، سيكون عبارة عن صاج، ولكن سيتم عزله بمادة الثيرمال الحرارية اللي هو العزل اللاصق. فلذلك يعني احنا بنستخدم في مشاريعنا كل أنواع الدكتات سواء صاج أو بي آي أو غيرها، وجميع أنواع العزل الموجودة في السوق. ولكن وجب التنويه أنه دائما يتم الاتفاق مع مالك المشروع على نوع الدكت وأيضا نوع الصاج وأيضا إذا كان بي آي ونوع العازل الموجود. هاي الأمور تتم بالاتفاق وحسب المواصفات وحسب الاتفاق ما بين جميع الأطراف. وإحنا طبعا بالنسبة لنا بنشتغل بجميع الأنواع المتوفرة في السوق، ولكن إذا بتسألوني عن رأيي الخاص، أنا بالنسبة لي لمصلحة العميل أنا بفضل هذا العازل اللي هو الصوف الزجاجي، والذي سيتم لفه بالقماش والفوستر. يعطيكم العافية.